السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بأحوال جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم قناة وصفات وأفكار، والفكرة ديال اليوم هي هاد الكيكة اللي كتجي أكثر من رائعة. منصفش لكم الطعم ديالها كيف كيجي، نقدر نقول لكم هاد الكيكة من بين أحسن الكيكات اللي جربت وصدقات ليا من أول مرة جربتها. وما نكذبش عليكم، جات بنينة بزاف بهالطبقة ديال الشوكولا اللي الوسط، جات رائعة. كنتمنى تجربوها وتخليوا لي التعاليق ديالكم، واللي جربها يقول لي كيف جات. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتخليوا لي لايك. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ونبداو بسم الله على بركة الله. وكنحتاجو في المقادير ديال ديك الطبقة الوسطانية اللي كتجي الوسط ديال الشوكولا، كنحتاجو فيها جوج ملاعق من السكر، جوج ملاعق من النشا، جوج ملاعق من الكاكاو، المر، ومن الأحسن يكون من نوعية جيدة. كنخلطو هاد المكونات، ومن بعد كنضيفو واحد قبيصة من الملح. ومن بعد كنضيفو لهاد المكونات هادو ربع لتر من الحليب، وكنخلطوا العناصر جيدا وكنوضعوهم فوق النار. وكنبقاو مواصلين في التحراك حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو، كيجي عاقد صافي. وكنرفعوه من فوق النار، ومن بعد كنضيفوا ليه واحد ملعقه من الزبده، دانيت ديال الشكلاط، ومن بعد نخلطوا الخليط جيدا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كيتمزجوا لينا دوك العناصر. ومن بعد كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه هذاك الخليط ديال الشوكولا اللي وجدنا، ومن بعد ما صبينا الخليط كنغطيه وكنوضعه في الثلاجه حتى كيبرد لينا مزيان. وفي هاد الاثناء هادي غنحضروا الكيك ديالنا اللي غيرافق هاد الصوص ديال الشوكولا. هنا كنحتاجو في الكيك ديالنا بيضه واحده، كاس من السكر، كيس من الفاني، وكنطربوا الخليط جيدا بالخلاط الكهربائي او اليدوي. وكنبقاو نطربوا في الخليط ديالنا واحد جوج دقائق حتى كيصبح لينا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. ومن بعد كنضيفوا نصف كاس من الزيت وحنا كنواصلوا التطراب. ومن بعد كنضيفوا كاس من الحليب وحنا مازال متواصلين التطراب ديالنا. من بعد ما طربنا هاد المكونات جيدا كنضيفوا لهم كاس من الدقيق، جوج اكياس من خميرة الكيماوية، وكنخلطو هكايا جيدا. ومن بعد كنضيفو كأس من الدقيق اخر. هنا احتاجت ليا هاد الخليط هذا جوج كيسان من الدقيق، وكنخلطوا الخليط ديالنا جيدا بهالطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي، ومن بعد ما مزجنا الخليط هذا هو القوام ديالو. هنا كناخذوا واحد الزلافه وكنوضعوا فيها واحد 4 ديال المعالق ديال هذا الخليط هذا، ومن بعد كناخذوا هذا الخليط هذا اللي نقصناه من الخليط ديالنا وكنوضعوا فيه ملعقه من الكاكاو وكنخلطوا جيدا حتى كيصبح لينا على هذا الشكل هذا.
ومن بعد كناخذوا مول اللي كيكون دهون بالزبده ومرشوش بالطحين، ومن الاحسن تاخذوا داك المول اللي كيتحل من الجناب باش يساعد لكم في انكم تحلوا الكيكه ديالكم من الطيب. وكنوضعوا فيه الخليط، كنوضعوا نصف الكميه وكنسرحوها مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنبداو نخطوا هذاك الكيك اللي وضعنا فيه الكاكاو بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. حتى هو كنوضعوا فيه نص الكميه، ومن بعد هنايا كناخذوا واحد العود خشبي وكنبداو نديروا هاد الخطوط كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. كنبقاو ندخلوا البيض مع داك الاسود في بعضياتهم، ومن بعد كندخلوا الكيك ديالنا للفرن في الوسط على درجه حراره 150 لمده 15 دقيقه. وفي هاد الاثناء هادي غادي ناخذوا هاد الصوص الشوكولا اللي وضعناها في الثلاجه قبيله تبرد، ها هي كيف ما كتلاحظوا معايا بردت مزيان، غادي نبداو في التراب ديالها بالطراب الكهربائي. وهي كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما طربناها مزيان كتولي كريميه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. وهي الكيك ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كنخليوها حتى كتبرد، وكنكملوا الخليط ديالنا كنوضعوا في الجناب كيف ما كتشاهدوا معايا على الطريقه هذه. هذاك الخليط اللي خلينا قبيله ديال العجين كنا وضعنا النص وبقى لنا النص، هذا النص هذا كنوضعوا في الجوانب كيف ما كتشاهدوا معايا، غنحاولوا ندوروا عليها كامله كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما وضعنا العجين ديالنا كامل في الجوانب كناخذوا ديك صوص الشوكولا اللي حضرنا من قبل وكنبداو نوضعوا فيها كيف ما كتشاهدوا معايا في الوسط على هذا الشكل هذا حتى كنعمروا الوسط جيدا. وكنحاولوا نسيحوها بالملعقه كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما سيحنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذوا هذاك العجين المتبقي الاسود وكنغطيو به داك صوص الشوكولا كيف ما كتشاهدوا معايا، كنحاولوا نغطيوها كامله. وها هي كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما غطيناها بداك العجين ديال الكيك كناخذوا داك العود الخشبي وكنبداو نديروا هاد الخطوط هادو، كنحاولوا ندخلوا داك الابيض في الاسود كيف ما كتشاهدوا معايا. ومن بعد ندخلوها الفرن تكمل الطياب ديالها على درجة حرارة 150 مدة 12 دقيقة في الوسط. وها هي الكيك ديالنا من بعد ما طابت لينا كيف ما كتشاهدوا معايا، فهي تحمرت من الفوق صافي، اذا راه طابت. ومن بعد كنخليوها حتى كتبرد، ومن بعد كنحطوها في واحد الطبسيل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، فهي كتجي هائلة كيف ما كتشاهدوا معايا، فهي طايبة من الجوانب ومن التحت ومن الفوق. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا من الداخل كيف كتجي. صراحه هاد الكيكه هادي كتجي رائعه، غير جربوها على حسابي. انايا غادي نقطع معكم هنايا طريف كيف ما كتشاهدوا معايا ونشوفوها كي جات من الداخل.
وها هي الكيك من الوسط كتشوفوها معايا كيف كتجي، هذاك الشكلاط دايب فيها وكيعطيها واحد المذاق يا سلام، كتجي بنينه بزاف وشيشه كتذوب في الفم. انا متاكده ما غاديش تشبعوا منها من بعد ما تجربوها وغادي تولي معتمده عندكم الصراحه، فهي كتجي رائعه غير جربوها. وهذا الكيك فهو راه ادمان حقيقي وكتبقى فكره زوينه ومختلفه على باقي الكيك العادي. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي التعاليق ديالكم، وهي راه صدقت معايا من اول تجربه، غير تبعوا المقادير كيف ما هما وان شاء الله غادي تصدق معاكم. والى هنا كينتهي الفيديو ديالنا، وإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء مع فيديو اخر.